السلام عليكم ورحمة الله. شوف الحشرة هذه اللي شبه العنكبوت، الطير هذا لاحظ الحشرة ودي طبعا يبغى يأكل الحشرة هذه، الآن متجه إلى هناك. سبحان الله، لاحظ الشيء اللي كان شبه الحشرة في الذيل، شايف تمويه، يعني الأفعى تستعمل الذيل هذا كحشرة عشان تجلب الطيور. سبحان الله، يعني هذه عملية عشان الرزق، تسوي الحركة هذه والرزق يجي لها عندها وتصيده. سبحان الله العظيم.